والله بقيت عايزه اقول لك ايه، انه دايما كانوا، انا قعدت فتره طويله متردده في فكره الارتباط والجواز، لان طول الوقت متصوره انه اللي بيتجوز يعني ايه بيحصل له دروب في شغله، ده تصوري. وفعلا قعدت فتره طويله جدا اني اخد القرار ده، بس انا حسيت ان الموضوع ده يعني لحد امتى، يعني مش هينفع ان انا اقعد طول الوقت انا من غير ارتباط ومن غير زوج، لان في النهايه ده نص الدين، يعني ده حاجه ما فيش منها مفر. بس المهم مين الشخص اللي يساهم في ان انا يساعدني ان انا اكمل مشواري، يكون معايا وفي نفس الوقت يكون امين عليا. وانا مش عارفه يعني عايزه اقول لك ايه، الحد اللي انا ارتبطت بيه في الاول كان صديق، ما كانش في بالي خالص ان انا ارتبط بيه، يعني احنا اصدقاء واصحاب خلاص. لكن فكره الارتباط كبرت من فكره يعني ايه، مش عايزه اقول ان احنا متقاربين في وجهات النظر، لكن كان في الشك اللي حصل بيني وبينه هو اختلاف في وجهات النظر، بمعنى ان هو ليه وجهه نظر مختلفه عني، انا منفتحه شويه هو منغلق شويه، هو تفكيره شرقي بزياده وانا حاسه ان انا منفتحه عنه، بس ده عجبني فيه. وده الدروب اللي كان الناس متصوره، لا هو رجل اعمال مصري بس شرقي شويه زي ما بيقولوا كده، صعيدي شويه، لكن عجبني فيه فكره الشرقيه.